وهنراجع اللانجوج بتاعته كل ما يخص اليونت بريف في رغيف. بريف في رغيف يعني ايه؟ هنراجع اليونت بطريقة سريعة كده. انا عارفة ان احنا راجعنا على الجرامر كله، لكن المرة دي احنا هناخد جرامر اليونت معاه الكلمات واللانجوج، وسواء معاه باراجراف سواء معاه ايميل هنراجع عليهم. طيب اول يونت معايا السنة دي كان اسمه هوبيز اند فري تايم اكتيفيتيز، الهوايات والانشطه اللي بمارسها في وقت الفراغ. كانت الجرامر بتاعه كان بسيط جدا، كان بينقسم لحاجتين. نعم ممكن بس طلبين، اموريني ممكن تفايل برضه شوية لفوق. كده. وهو انت اخر مرة ما احنا كنا في الكونكت ما فهمتش الباراجراف، هو ما كانش سؤالي الصراحة. سؤالي هو يعني ايه الريبورتس بتاعت الباراجراف، يعني هي الباراجراف الاول انترو وبعدين والديتيلز والكونكلوجن هنراجعها النهارده. كده كده انا النهارده كل الحصص براجع فيها الباراجراف تاني. اوكي؟ هناخده في اخر الحصه ازاي نرجع من الاول خالص نكتب الباراجراف. عينيا يا مريومه، ده انت تأمريني. شكرا. طيب نبتدي حبيبي، نبتدي باول جزء كان موجود عندنا في اليونت ده، كان جزء الجرامر. كان عندي جزئين في الجرامر. ايه هما الجزئين اللي موجودين في الجرامر؟ اول جزء كان جزء افعال المشاعر، وهو برضو جزء موجود في الباراجراف اللي هو الكلوزنج بتاع الباراجراف. افعال المشاعر عندنا يا اولاد هم اربع مشاعر، اربع افعال بتدل على المشاعر اللي هم ايه؟ love، like، والاتنين معناهم يحب، hate يكره، وانجوي يستمتع. الاربع افعال دول بيدلوا على المشاعر. بيجي قبلهم ايه؟ بيجي قبلهم سبجكت، الشخص او الاشخاص اللي بيحسوا المشاعر دي، سواء هي او شي او ات او زي او وي او يو او اي، او هنا اسم مفرد او هنا اسم جمع. يبقى الفاعل لو كان pronoun subject ضمير هيبقى he او she او it او they او we او you او I، ودي ضمائر pronoun، او ممكن يكون subject كنون اللي هو احمد مثلا او ايناس او the cat او the boys او me and my family and you و I. طيب الأفعال بتاعت المشاعر دي ليهم قاعدة صغيرة أوي. إيه هي؟ هما اللي بيتصرفوا، هما اللي بيتصرفوا. لو جم في البريزنت مع هي وشي وإت بيتزود لهم إس، لو جم في الماضي بيتزود لهم الدي أو الإي دي، التلاتة الأولانيين طبعا بيتزود لهم دي ودي بيتزود لها اي دي. هما اللي بيتطبق عليهم تصريف الأفعال سواء في الماضي أو في المضارع. طب لو جه بعدهم فعل تاني، لو جه بعدهم فيرب تاني لازم يجي فيه اي ان جي، لو جه بعدهم فيرب لازم يجي فيه اي ان جي. ازاي؟ لو قلت هي loves، هو بيحب playing football. يبقى هما اللي بيحصل لهم عملية التصريف، هما اللي بيجوا في الماضي، هما اللي بيجوا في المضارع. أي فعل يجي بعدهم بيتجاب معاه اي ان جي فقط، بيتجاب بعديه ايه؟ اي ان جي. طيب لو انا الفعل بتاعي اللي انا هحط له اي ان جي اخره ايه؟ زي مثلا اي هيت، انا بكره مثلا هافينج
breakfast early. أنا ما بحبش أبدا أفطر بدري. نخلي بالنا من حاجة مهمة قوي، have الأصل بتاعها أهو H A V E، لما اجي ازود لها اي ان جي انا بمسح الاي، لما باجي ازود لها اي ان جي بمسح الاي. طب هل دي لما الفعل يجي ورا افعال المشاعر بس؟ لا، اي فعل في الدنيا يا اولاد هحط في اخره اي ان جي لو هو اخره اي انا بمسح الاي، لو هو اخره اي انا بمسح الايه الاي. حتى كلمة لايك مثلا لو بقت liking loving، السلام عليكم تيتشر إيناس. ده بعيدا عن القاعدة بتاعت أفعال المشاعر، بعيد عن القاعدة بتاعت أفعال المشاعر، أي فعل هحط له اي ان جي ولقيت آخره في الصيغة الرئيسية حرف الإي أنا بشيل الإي. أنا بشيل إيه؟ الإيه زي تيتشر إيناس كلمة إيه؟ آه تعالوا نجرب. أي فعل، اي فيرب في الدنيا هحط له اي ان جي في الاخر لقيت الفيرب ده اخره اي هشيل الاي واحط الاي ان جي على طول. طيب نرجع بقى لافعال المشاعر بتاعتنا، افعال المشاعر بتاعتنا love like hate enjoy لو جه بعدهم فيرب بحط له اي ان جي. طيب معلومة تانية عن الافعال اللي بيتحط لها اي ان جي، انا قلت الفعل لو اخره اي بشيل الاي وبحط الاي ان جي. طيب في حته كمان عن الافعال اللي بتبقى بيتحط لها اي ان جي، لو الحرف القبل الاخير القبل الاخير كان فاول وجه بعديه في الاخر كونسوننت، لما اجي احط الاي ان جي بعمل دبل. يعني ايه الكلام ده؟ لو قلت كلمه زي كلمه بوت يضع put، انا الحرف القبل الاخير بتاعي vowel، الحرف القبل الاخير بتاعي حرف من حروف الجدعه، الحرف اللي بعديه consonant. فاكرين لما كان قلت لكم انه بيخلي اخوه يجي يقف معاه من كتر ما هو جدع؟ اه بتبقى putting. زودت تي كمان زي كلمه ايه swim يعوم، اه ده الحرف القبل الاخير vowel والحرف الاخير consonant، لما اجي احط الاي ان جي هتبقى swimming. طب تعالوا نجربها بقى في القاعده اللي احنا خدناها في الاول. لو قلت اي مثلا love swimming، انا بحب ان انا او السباحه، يبقى بعد افعال المشاعر بيجي الفيرب في اي ان جي، بعد افعال المشاعر بيجي الفيرب في ايه؟ اي ان جي. بستخدم افعال المشاعر في ايه؟ بستخدمهم في الكلوزنج بتاع الباراجراف، ان انا انهي الباراجراف بتاعي. في اي حاجه هنا مش مفهومه؟ لا تمام، لا القاعده سهله هي قوي، احط السبجكت الفاعل بعديها فعل من افعال المشاعر بعدها الاي ان جي، بعدها فعل ايه يا اولاد؟ الفيرب في اي ان جي. طيب ده كان اول جزء من الباراجراف اللي موجود عندنا في اليونت الاول. طيب ايه تاني، ايه تاني موجود عندنا في جزء الباراجراف في اليونت الاولاني؟ البريزنت سيمبل. الله، طب ده احنا خدناه يا تيتشر واحنا اطفال صغيرين خالص، معلش ما انا هستخدمه في قاعدة اف، يبقى لازم ارجع افتكره تاني، لازم ارجع ايه افتكره تاني. يعني ايه present simple؟ يعني مضارع بسيط. يعني ايه مضارع بسيط يا ولاد؟ حاجة انا بعملها، مش شرط اكون بعملها دلوقتي، لكن انا بحكي لك عن حاجة ممكن تكون هواية، ممكن تكون حقيقة علمية، ممكن تكون عادة، ممكن تكون معلومة عامة خالص، يبقى أي حاجة أنا بتكلم عليها in general أو في العموم أو حاجة أنا بعملها بس أنا ممكن أكون ما بعملهاش دلوقتي اسمها present simple. من اسمه present simple
مضارع بسيط، يعني تركيبه بسيط. بيتكون من إيه؟ أي جملة فعلية في الدنيا بتتكون من فاعل وفعل. في العربي إحنا بنبتدي بالفاعل، في الإنجليش بنبتدي بالفاعل. في العربي بنبتدي بالفعل، في الإنجليش بنبتدي بالفاعل. الفاعل بتاعي هو مين؟ لو subject pronoun، لو الفاعل بتاعي ضمير، هستخدم he she it they we you I، أو اسم مفرد أو اسم جمع. يعني ممكن أشيل الهي وأحط مكانها عمر، ممكن أشيل الشي أحط مكانها سما، ممكن أشيل الإت أحط مكانها the car، ممكن أشيل they أحط مكانها the friends my cousins the boys the girls، أي حد طالما أنا مش حاسب نفسي معاهم. we بتكون نحن، ممكن أقول me and my friends me and my brother me and my sisters. كلمة you يعني أنت و I يعني أنا. يبقى دول اسمهم الفاعل. بيجي بعدهم إيه يا أولاد؟ الفعل. طب هو بيقول لي إن الفعل ده بسيط، present simple، يبقى أكيد تركيبة الجملة بتاعته بسيطة. آه بسيطة جدا، جده بيجي سادة وكل الولاد الطيبين الجمع دول ما بيحبوش يتقلوا على جده، جده بيجي بعدهم سادة، الفيرب ممكن بيجي تجيبي بعدهم الجزء من سادة. شوية؟ حاضر كده كويس؟ لا العكس، العكس ها كده تمام؟ شوية كمان، ها تمام كده؟ شوية كمان، شويتين تلاتة كمان. ها أيوة تمام كده. تمام. يبقى الزي والوي واليو والاي واي اسم جمع في البريزنت سيمبل جده بيجي وراهم ساده من غير اي زيادات، زي بلاي فوتبول، هما بيلعبوا كرة قدم، وي ايت لانش، احنا بناكل الغدا، اي دو ماي هومورك، انا بعمل الواجب بتاعي. يبقى جده جه بعدهم ايه يا اولاد؟ ساده من غير اي زيادات. مين العيال الرخمه اللي بيحبوا يتعبوا جده؟ اه الهي والشي والات والاسم المفرد، الهي والشي والات والاسم المفرد. بيتعبوا جده ازاي؟ بيقولوا لا ما تدخلش علينا ايدك فاضيه، تجيب لنا حاجه معاك. اجيب لكم ايه يا اولاد معايا؟ يا تجيب لنا اخر حرف الاس، اخر الفيرب حرف الاس او الاي اس او اي اي اس. ازاي؟ امتى يجي الفيرب اخره اس؟ امتى يجي الفيرب اخره اي اس؟ امتى يجي اخره اي اي اس؟ مع مين الكلام ده؟ مع مين؟ مع الهي والشي والايت والاسم المفرد، مع الهي والشي والايت والاسم الايه المفرد. لما يجي الاس مع اي فيرب عادي، لما اقول مثلا شي eats her lunch، هي بتاكل الغداء بتاعها. معلش انا كتبت لانش غلط، she eats her lunch، هي بتاخد الغداء بتاعها. he plays football، هو بيلعب كرة قدم. الموضوع بمنتهى السهولة، أي فيرب حط له اس طالما جه معاه هي وشي. ايت القطة مثلا، ايه أو العربية، ايت موف فيري فاست، العربية بتتحرك بسرعة جدا. يبقى أنا كل اللي عملته ايه؟ حطيت الاس، على فكرة موف آخرها اوريدي اي، أنا مش مزودة اس ولا حاجة، مش مزودة اي اس. هي بلايز she eats. طيب امتى بقى احط الاي اس؟ امتى احط الاي اس؟ اه ده هم عيال رخمه وبيتشرطوا على جده يجي لهم لابس ايه، يقولوا له معلش يا جده لو جيت لابس في اخر الكلمه بتاعتك حرف الاو، احنا ما بنحبش حرف الاو، الاو والاس متخانقين،
زي كلمة إيه؟ زي كلمة جو، زي كلمة دو. فبيضطر عشان يفصل بين خناقة الإس والأو يحط الإي. بقت جوز، داز. بقت بتتكتب إزاي؟ شي جوز تو سكول، هي بتروح المدرسة. هي داز ذا هوم ورك، هو بيعمل الواجب. يبقى الخناقة اللي ما بين الأو والإس، جت الإي قالت لهم ولا تزعلوا نفسكم أنا هقف في النص. يبقى لو الفيرب بتاعي آخره أو، هزود في الآخر إي إس، هزود في الآخر إيه؟ إي Yes. إس. طيب آدي الخناقة بتاعت حرف الأو. الإس متخانق مع حد تاني؟ آه متخانق مع حد تاني. حرف إيه؟ حرف الإكس. يقول لك ما يبقاش أنا اسمي إس ويجي ورايا إكس، إيه اللخبطة دي؟ تيجي الإي تقول له والله ما تزعل نفسك أنا هقف في النص. زي كلمة إيه؟ فيكس، يصلح. لما أقول إيه؟ داد بابي فيكسز، فيكسز ذا كار، بابي صلح أو بيصلح العربية. زي كلمة إيه تاني؟ ميكسز، يخلط. لما أقول مام، مامتي ميكسز ذا فود، مام بتخلط الأكل. يبقى الميكس وفيكس آخر الفيرب أصلا حرف الإكس، رحت حاطط بعديه إيه في المضارع مع الهي والشي. مش أنا ممكن أشيل داد وأحط هي، وممكن أشيل مام وأحط شي، حطيت إي إس. يبقى الأو والإكس لما ييجوا آخر الفيرب، آجي مع الهي والشي والإي أحط إي إس، أحط إيه؟ إي. تيتشر نعم معلش بس مش شايفة ولا بتاع نازلة لتحت بزيادة، بتكون حاضر نازلة تحت حاضر حاضر حاضر، نعليها كده احسن. بكتير. تمام ماشي، اللي مش شايف حاجه يا اولاد قولوا لي، قولوا لي مفيش اي مشكله. تمام، يبقى انا عندي الاو زي كلمه جو حطيت لها اي اس، الاكس زي كلمه فيكس حطيت لها اي اس. ها سكتوا على كده؟ لا ما سكتوش، قالوا له جدو لما يجي اخر الفيرب بتاعك سي اتش احنا برضو متخانقين معاها فهنحط اي اس. يا دي النيله، زي كلمه ايه؟ زي كلمه واتش، يشاهد. يعني اقول مثلا احمد واتشز، اهي حطيت الاي اس، ذا تي في، احمد بيتفرج على التلفزيون. طب ايه تاني عندكم اي طلبات تانية؟ اه معلش، لو الفيرب بتاعك اخره اس اتش برضه حط لنا اي اس، زي كلمة ايه؟ واش، يغسل. لما اقول ايناس كالعادة والله، ايناس واش واش، اهو حطيت الاي اس بلون مختلف اهي، يلا مدلعاكم النهارده. واش واش ذا ديشز، ايناس زهقت من غسيل المواعين، ايناس واشز ذا ديشز. طيب في اي طلبات تانية للعيال الرخمه دي؟ اه معلش يا جدو اخر طلب بس، ما هو ما ينفعش الفيرب بتاعك يبقى اخره اس ونحط كمان اس، لا احنا هنحط اي اس. حاضر، زي كلمه ايه؟ دريس، يعني يلبس فستان، مش فستان هنا بقى، يلبس فستان. لما اقول مثلا the girl، البنوتة dresses، dresses بتلبس فساتين very beautiful، dresses very beautiful، بتلبس فساتين حلوة أوي. يبقى أنا عندي الفعل بتاعي لو آخره O، لو اخره اكس، لو اخره سي اتش، لو اخره اس اتش، لو اخره اس، بدل ما احط له اس بس بحط اي اس. مع مين الكلام ده؟ مع الهي والشي والايت فقط، او الاسم المفرد فقط. طيب اخر تيتشر حاجه اي اس،
كالعادة قلنا حرف الهاء اللي عندنا في الإنجليش يجي قبليه حرف مش جدع، حرف كونسوننت بيتقلب اي. ايه الحروف الفاول الجدعة؟ هي حرف الاي والاي والاو واليو والاي، دول اللي بيدافعوا عن حرف الواي. غير كده اي حد معدي في الشارع ممكن يضرب حرف الواي عادي جدا. يبقى لو انا عايزه اقول هي بتعيط، شي كراي، ايه ده؟ ده كلمة كراي اخرها واي وقبلها حرف مش جدع. طب دي شي انا عايزه احط لها الاس بتاعتها، هعمل ايه؟ لا، هشيل الواي وهتبقى اي اي اس، شي كرايز، هي بتعيط. لما اقول مثلا هي ستاديز، ستاديز هو، تيتشر بس معلش عايزة أكد قول على يا حاجة. روحي. هو أنا عرفت إن الأوب بيجي مع إس، الباي بقى الاكس زي فيرب فيكس، يصلح، برضو بيجي معاها اي اس. الواتش الافعال اللي اخرها سي اتش بيجي اخرها اي اس، الافعال اللي اخرها اس اتش بيجي اخرها اي اس، الافعال اللي اخرها اس بيجي اخرها اي اس مع الهي والشي والات. وصلت يا مريومه؟ اي تيتشر. طيب ولو الفعل اخره واي وقبلها كونسوننت، قبلها حرف ساكن، بيتقلب اي وبرضه بحط له اي اس، بيتقلب اي وبحط له ايه؟ اي اي اس اس. الكلام ده مع مين؟ مع الهي والشي والايت فقط، مع الهي والشي والايت فقط، فقط. او مع الاسم المفرد فقط. طيب هنا انا بتكلم في حاله الاثبات، حاله ان الفعل فعلا بيتعمل. لو انا عايز انفي، لو انا عايز انفي في البريزنت سيمبل، لو انا عايز انفي في المضارع البسيط، هي الحصه دي هتخلص الساعه كام يا اولاد؟ الا ربع، مش كده؟ فاضل ربع ساعة كتير. هي هتخلص ونص، مش الا ربع؟ انا فاكراها هتخلص الا ربع. لا طيب تخلص ربع. طيب تمام. الفعل عندنا لما احب انفي في البريزنت سيمبل مع الهي والشي والايت كالعاده، انا لما اتكلمت على الماضي قلت مين اللي بتقف تساعدني في الماضي؟ ديد. قلت ان ديد بتقف تساعدني في الماضي. طب في المضارع مين اللي بيجي يساعدني في المضارع؟ اخواتها، اخوات ديد. مين اخوات ديد دول؟ داز ودو. داز بتيجي تقف مع مين؟ مع الناس الرخمه اللي بتحب حرف الاس، اللي هم مين؟ الهي والشي والات. بتشيل ايه؟ بتشيل النط، فبتبقى doesn't. طب الفيرب بيجي بعدها ايه؟ ساده، من غير اي زيادات، ساده من غير ايه؟ اي زيادات خالص. طب الدو بتيجي مع مين؟ بتيجي مع الاسم الجمع، او زي ويو ووي واي، وبرضه هي اللي بتشيل النط، ويجي بعدها الفيرب ساده، يجي بعدها الفيرب ايه؟ ساده. يعني ايه الجمله بتاعتهم تيجي ازاي؟ مثلا محمد، هقول don't ولا doesn't؟ ها، هقول don't ولا doesn't؟ ها، كله قافل المايكات. طب كله يفتح تليفون. doesn't doesn't، doesn't. هقول بقى place ولا play؟ ها، please لا please play، الفيرب ساده، خلاص انا حطيت الاس اهو، doesn't play football. محمد ما بيلعبش، محمد ما بيلعبش. اقول مثلا ايناس ما بتلعب. doesn't cook، ايناس ما بتطبخش طبعا، ده كده ايناس doesn't cook. انا هنا ما حطيتش الاس، ما حطيتش ايه الاس ليه؟ ما انا اوريدي حطاها في داز اهي، هحط اس تاني ليه؟ ما هي داز فيها الاس اهي. يبقى لما اجي انفي الهي والشي، طبعا انا ممكن اشيل محمد واحط هي،
ممكن اشيل ايناس واحط شي، يبقى انا بحط بعدهم doesn't والفيرب ساده، doesn't والفيرب ساده. طيب لو انا هستخدم الدو هقول ايه؟ they. تيتشر يعني مع الهي، مع الهي والشي والات بتبقى دوزن بدل دو بدل دون برافو، دون. بتبقى doesn't، لكن مع الزي والوي واليو والاي ها بتبقى don't، تبقى مع دون الزي والوي واليو والاي بتبقى don't، زي don't eat، هما ما بياكلوش. We don't play، we don't play، احنا ما بنلعبش. I don't like، انا ما بحبش مثلا سوشي، انا ما بحبش السوشي فعلا. تمام، يبقى انا اوكي لما باجي انفي مع الهي والشي والات اللي بتنفي doesn't، وبعدها الفيرب ساده، مع الوي والزي واليو والاي اللي بتنفي don't، وبعدها الفيرب ساده، وبعدها الفيرب ايه؟ ساده ساده. طيب لما اجي اسال، انا يا اولاد لما باجي اسال بدور مين اللي ساعدني، هنا ساعدتني الدونت، هنا ساعدتني الدازنت، يبقى لازم يتم مجملهم، طالما هم قالوا هيساعدوا يبقى يساعدوا، بيساعدوا بايه؟ ساعدوني هنا في النفي، هيساعدوني في ايه كمان؟ هيساعدوني في اسئله، يا لهوي القلم ما بيتمسحش. طيب بيساعدوني في اليس او نو كويستشن، وهيساعدوني في الدبليو اتش كويستشن. الدز هتساعد مين؟ الهي والشي والات، يبقى هيجي دز هتقف اول السؤال، بعدها هيجي هي او شي او ات او اسم مفرد، وبعدهم الفيرب ساده، الفيرب في الانفينيتيف، الفيرب من غير اي زيادات. بجاوب ازاي؟ بقول يس او نو وبعمل مقص، يس او نو وبعمل مقص. تعالوا نجرب ازاي، لما اقول does مثلا mom cook، هي مامتك بتطبخ؟ هتردوا عليا تقولوا لي ايه؟ يا اما yes she does، والله يا تيتشر دي يا عيني بتطبخ، ما انا ممكن اشيل مام واحط شي، يبقى yes she does اهو عملت المقص، او no she doesn't والله مامي مجوعانه، او no she doesn't. طب لما اقولها بطريقه تانيه تعالوا نشوف، does he مثلا drive، هل هو بيسوق؟ انا عماله اجيب لكم افعال مختلفه اهو، لما اجي اجاوب هعمل ايه؟ ادي المقص بتاعي، yes he does او no he doesn't. طب ده بالنسبه لdoes. don't بقى بتقف تسال مين؟ بتقف تسال عيالها، عيالها اللي هم مين؟ الزي والوي واليو والاي. تعالوا نشوف الكلام ده ازاي، الدو بتقف تساعد ازاي بقى؟ دو وبيجي بعدها يا اما زي يا اما وي يا اما يو يا اما اي، وبعدهم الفيرب ساده، وبعدهم الفيرب ايه؟ من غير سادة. اي زيادات. ازاي؟ دو يو مثلا بلاي فوتبول، هو انت بتلعب كرة قدم؟ طبعا لما اجي اجاوب يس اهو او نو، بس هنا يو انت، لما اجي اجاوب هقول انا، فدي الوحيدة اللي في المقص بتاعها بتتغير اهي، يس اي دو او نو اي دونت، لما بسأل بيو بجاوب باي. طب تعالوا ناخدها في مثال تاني، تعالوا دو they مثلا go to school، هم بيروحوا المدرسة؟ هجاوب اقول ايه؟ yes وادي no واعمل المقص،
Yes, they do. Oh, no, they don't. وصلت كده يا ولاد؟ يبقى do does. ساعدوني ولا لأ؟ ساعدوني ولا لأ؟ تمام. ساعدوني. آخر حاجة خالص، أسئلة ال WH question، أسئلة ال WH question بتكون أدوات الاستفهام اللي أولها WH زي كلمة what أو where أو when أو who وهكذا. طبعا اللي بيحصل لو أنا بكلم مفرد أو بكلم he أو she أو it، هيجي بعدهم does، هيجي بعدهم does وبعدها السبجكت اللي هو هي او شي او ات او اسم مفرد، وجده هيجي في الاخر ساده، وجده هيجي في الاخر ايه؟ ساده. ايه ده؟ طب لو انا بسال جمع، لو انا بسال جمع هيبقى بعدها هتيجي دو وبعدها السبجكت، السبجكت اللي هو مين؟ الفاعل اللي هو مين؟ زي وي يو اي او اسم جمع، وبرضه جده هيجي في الاخر ساده. طب لما اجي اجاوب ارجع لاصل الجمل، هروح داز ودو وارجع في الاول خالص الفيرب ابتدي بالسبجكت، وبعدها لو هي وشي وايه الفيرب هيبقى اخره اس، لو زي وي ويو اي الفيرب هيبقى في الانفينيتيف. يعني نجرب كده، وات Does she do؟ هي بتعمل ايه؟ هنا does جت في السؤال ليه؟ عشان السبجكت بتاعي she، ودو جت من غير اي زيادات اهي. اجي اجاوب اقول ايه؟ ابتدي بالسبجكت she، هقول بلاي ولا بلايز؟ بلايز. هي بتلعب. ليه انا كتبت الاس هنا؟ عشان الداز روحت، عشان الداز ايه؟ روحت. طب تمام. تعالوا نسأل بالدو، what do they do؟ نفس الفيرب اهو، برضه دو جت ليه؟ عشان السبجكت بتاعي زي، والفيرب جه ساده من غير اي زيادات في السؤال. اجاوب اقول ايه؟ زي بلاي، هما بيلعبوا. طب ليه انا ما زودتش الاس هنا؟ عشان ازاي بيجي بعدها الفعل ساده، بيجي بعدها الفعل ايه؟ ساده. كده في اي حاجه في ده مش مفهومه؟ لا تمام. تمام. لا احنا تمام. المفروض ناخد الكلمات بتاعه الدرس، بس طبعا الوقت جري بينا حبتين، فانا هصور لكم الكلمات وهبعت لكم فويس بالكلمات، وفي الدقيقتين اللي فاضلين عندنا دلوقتي احنا هنراجع ال الباراجراف. نعم، الهوم ورك. حاضر، هبعت الهوم ورك والله. حاضر. اهم من الهوم ورك دلوقتي احنا هنتكلم سريعا عن الباراجراف. الباراجراف بتاعنا يا ولاد بيتكون من ثلاث اللهم صل على النبي، ثلاث عناصر. العناصر بتاعته هي الانترو، الانترو اللي هي المقدمة. بجيب المقدمة دي منين؟ بجيب المقدمة من التايتل، من العنوان. بعد ما شفت العنوان أنا باخد العنوان ده وأحطه في جملة، أحطه في جملة. لو جاب لي مثلا الباراجراف عن سبورتس، عن الرياضات، أنا بعمل إيه؟ بحط الباراجراف الانترو بتاعتي بتبقى sports is very important، خدت التايتل وحطيته في جملة. لو جبت دلوقتي ذا نايل مثلا، نهر النيل، يبقى انا هعمل ايه؟ اخد كلمة ذا نايل اقول ذا نايل is in Egypt، نهر النيل موجود في مصر. لو قلت ذا نايل is very important to Egypt، نهر النيل مهم جدا لمصر. اي كلمة احط فيها التايتل في جملة بقت انترو. بعد كده ببتدي اخد الجايدنج ووردز اللي هو مديها لي،
كل واحدة أحطها في جملة كده أنا عملت الديتيلز بتاعتي. الديتيلز بتاعتي باخد الجايدنج ووردز وأحطهم في جمل. آخر حاجة عندي الكلوزنج، زي ما شرحنا إن أفعال المشاعر أنا بحطها في آخر الباراجراف عشان أنهي الباراجراف بتاعي. زي إيه؟ لو جالي باراجراف عن النيل مثلا، آخر حاجة لو كتبت I like the Nile، أنا بحب نهر النيل، كده أنا قفلت الباراجراف بتاعي. طب لو الباراجراف عن حاجة وحشة، I مثلا hate pollution، أنا بكره التلوث. ده الباراجراف بتاعي، هنراجع عليه تاني لما نيجي ناخد الإيميل. إحنا بس النهاردة كان جزء الجرامر كبير، أنا عندي حصة دلوقتي هخلصها وأبعت لكم على طول الهوم وورك، وهبعت لكم الفويس بتاع كلمات اليونت كله. الكلمات دي تتسمع تركزوا فيها عشان هتتسمع الحصة الجاية إن شاء الله. See you next time. وأنا معلش إن أنا في الآخر كده جريت، بس عشان عندي حصة دلوقتي حالا. أوكي؟ See you next تمام، time. باي باي. باي.